بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم. مع برنامجكم الحرب والسلام في الإسلام نلتقي اليوم لنعيد طرح السؤال عن حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هل واصل النبي صلى الله عليه وسلم حياته في مجموعة من الحروب؟ هل أرغم النبي صلى الله عليه وسلم بحروبه أحد على أن يدخل دينه؟ أم هل أكره النبي صلى الله عليه وسلم بحروبه أحدا على شيء؟ إذن فلماذا كان؟ واليوم مع النبي صلى الله عليه وسلم وأثناء فترة وجوده في مكة، وهذه الفترة كانت الأطول إذا قارناها في الفترة التالية حيث كان في المدينة صلى الله عليه وسلم. من بعثته إلى هجرته صلى الله عليه وسلم قضى 13 عاما. 13 عاما هي المهد الأول لدعوته، وبعد بعثته صلى الله عليه وسلم لم يكن فيها رسول الله محاربا، إنما كان محاربا. والمتتبع لسيرته صلى الله عليه وآله وسلم لم يجد من الناس إلا باستثناء من آمنوا به إلا مجابهته في دعوته صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لما شكى إليه أحد أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم ذلك قال له: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله سبحانه وتعالى لنا؟ يأمره بالصبر والثبات دون إراقة الدماء ودون أن يتعرض أحد لأذى. كان من اليسير أن تقام ثورة باسمه صلى الله عليه وسلم على الناس في مكة، لكنه لم يشأ أن يرق دما، لم يشأ أن يجبر أحدا على الدخول في دينه. 13 عاما هي عمر الدعوة في مكة، لم يقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أحدا، وإنما كان عنوان السلام والتعايش إذ كان يعيش في مكة صلى الله عليه وسلم. فماذا كان بعد ذلك؟ نلتقي في الحلقة القادمة نستكمل مشوار حياته صلى الله عليه وسلم مع الحرب والسلام. تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك.